بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في شارع 50 شرقي مدينة الحديدة ومحيط الجامعة جنوبي المدينة، بالإضافة إلى المعارك في اتجاه مثلث كيلو 16 الاستراتيجي. وتمكنت قوات الجيش من دحر الميليشيات من عدة منشآت خاصة وعامة. ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش أصبحت على بعد 2 كيلومتر من خط الصليف، خط الإمداد الوحيد المتبقي للميليشيات الإنقلابية. وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش أصبحت تخوض حرب شوارع مع الميليشيات بعد أن تمركزت تلك الميليشيا في الأحياء السكنية والتمترس في أوساط المواطنين. هذا واستشهد 4 مدنيين بينهم طفلة، وأصيب 2 آخران جميعهم من أسرة واحدة فجر اليوم بقصف شنه مسلح ميليشيات الحوثي على مدينة التحيتة جنوبي محافظة الحديدة. وقال شهود عيان إن الحوثيين قصفوا المدينة بعدد من القذائف، وإن قذيفة سقطت في أحد المنازل بحارة الدخن، ما أدى إلى استشهاد عزي عبد الله دخن وعبد الجليل علي دخن وسمير موسى معمر دخن وعبد الله خالد دوبلة وإصابة 2 آخرين. واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وتمكنت قوات الجيش من تحرير منطقة مجزعة غربي جبال الديرة الاستراتيجية، بالإضافة إلى معسكر استحدثته ميليشيا الحوثي في المنطقة، كما تمكنت من تحرير المناطق المحيطة بجبل دير وشعب باحواص وصوران وباحوات. قتل وجرح 8 من عناصر ميليشيات الحوثي بكمين نصبته قوات الجيش شرقي مدينة تعز. مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا قال إن أبطال الجيش في القطاع الثاني تمكنوا من تنفيذ كمين محكم لعناصر الحوثيين أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة 5 آخرين وأسر أحدهم. دارت مواجهة عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في أطراف مدينة تمت بمحافظة الضالع بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، وتمكنت قوات الجيش من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على مدينة دمت ابتداء من سلسلة حصن الحقب وصولا إلى جبال خاب وما جاورها. وقال مصدر عسكري إن وحدات الجيش تضرب طوقا على المدينة من الجهة الجنوبية وعلى بعد أقل من 2 كيلومتر من وسط المدينة. وردا على خسائرها، لجأت ميليشيات الحوثي إلى قصف منازل المواطنين في قرى المنطقة، واستشهدت اليوم امرأة وأصيب طفليها إثر سقوط قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات الحوثية على منزلهم في قرية الحقب. ناقش وزير الخارجية خالد اليماني مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة تمهيدا لعقد مشاورات جديدة وفقا للمرجعيات. وأكد الوزير اليماني حرص القيادة السياسية على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة بما يمكن من استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا انفتاح الحكومة لمناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث وأبرزها إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا. من جانبه أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة لإحلال السلام، مؤكدا استعداده للعمل مع الحكومة الشرعية قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات القادمة. نهاية الموجز، في أمان الله.